العميقة، المسيرات الحاشدة التي جابت مختلف مناطق البلاد وانخرط فيها مختلف شرائح الشعب لفتت الانتباه. في تطور لافت أيضا جماعة منظمة قدامى المحاربين الجزائريين، وهي منظمة مهمة ولها احترامها في الجزائر، دخلت على خط دعم المطالبات الشعبية برفض الولاية الخامسة. وهذه المنظمة اعتبرت مطالب المحتجين شرعية، وقالت أن بوتفليقة معتل الصحة ومنصبه يقوم على اعتبارات مشروعة غير متوافرة لديه. انضم إلينا الآن الكاتب الصحفي المصري أحمد شرقاوي. سيد أحمد شرقاوي، في ظل هذه التطورات في الجزائر، من خلال تجربتكم في مصر، هل نحن أمام سيناريو مشابه؟ وإن كان هنالك فرق فأين؟ المنطقة كلها أمام سيناريو مشابه، الموضوع ليس في الجزائر فقط، السيناريو المصري في 3 يوليو 2013 شاهدنا بعض أجزاء من هذه الصورة تحدث في السودان ثم الآن في الجزائر. يبدو أن شبح العسكر الذي يتم به إخافة الشعوب العربية عاد مجددا هذا الشبح ليقول بشكل أو بآخر انه نحن موجودون هنا موجودون لتمثيل مصالح القدره والارض في هذه المنطقه، ولا يمكن استبعادنا من اللعبه بسهوله. الفكره الاساسيه التي قامت عليها المنطقه خلال الفتره الماضيه هي انه هذه المصالح الارضيه والاوروبيه يكون عليها حكام يتم اختيارهم من جانب ليس من شعوبهم على الاقل، انما من جانب من يحمون من لديهم مصالح في هذه المنطقه ويريدون حمايتها. مساله الجزائر تتعلق بفرنسا مثلا، المساله في مصر وفي السودان وفي غيرها من الدول العربيه في المنطقه تتعلق بالمصالح الغربيه والامريكيه، وبالتالي مساله الاختيار ليس للشعوب فيها على الاقل وجود ملموس في تنصيب من يحكمونه. شبح العسكر هذا الذي رايناه في السودان في رئيس الاركان صالح القائد، هذا الرجل الذي تحدث بعد ان بدا ان المشهد في الجزائر مشهد يتطور ويتفاعل وتدخل شرائح جديده في يعني رفض العهده الخامسه لبوتفليقه، يبدو انها رساله تحذيريه من شبح العسكر الذي نصبه الغرب والاوروبيون لاخافه الشعوب العربيه ولجعلها مره اخرى تجلس في مقاعد المتفرجين. المعادله مبنيه على ان الشعوب مكانها الطبيعي بالنسبه للغرب والاوروبا هو مقاعد المتفرجين، وبالتالي اي محاوله من تلك الشعوب للعوده مره اخرى الى الشوارع او لمحاوله اختيار حكامها بطريقه ديمقراطيه. ما على سيره العوده الى الشوارع، سيد احمد شرقاوي، كان لافتا ان يطالب المحاربون القدامى من المواطنين، تخيل ناس عسكر وخريجين المدرسة العسكرية والمؤسسة العسكرية، خريجين الحقبة الصعبة في تاريخ الجزائر، يطالبون الشعب بمواصلة التظاهر حتى تحقيق مطالب وقف ترشح بوتفليقة. فهذا هذا يعني أعطى زخم، خلينا نحكي، قوي للمظاهرات. لكن مباشرة بعد ما طلع بيان قدام المحاربين طلع بيان جديد باسم قائد الجيش، وقائد الجيش بتحدث عن الأمن والاستقرار. يعني ما السيناريو المتوقع؟ كيف ننظر إلى الساعات القادمة؟ هل نحن أمام مشهد تحسمه الساعات القادمة أم الأيام القادمة أم صعب التكهن به؟ طيب قبل ما نتكلم في السيناريوهات اللي ممكن يعني يشهد على الوضع في الجزائر، خليني يعني أعطي يعني تمييزا كده أو فارقا ما بين المحارب القديم الذي كان جنرالا سابقا او ضابطا او جنديا سابقا والجنرال الموجود في السلطه والذي يتمتع بمزايا السلطه من نفوذ وسطوه واموال وفساد وكل هذه الامور. فالمحاربين القدماء في الجزائر في النهايه هم مواطنون جزائريون، في النهايه هم جزء من هذا الشعب، وبالتالي مطالباتهم تنصب في مصالح الشعب الذي باتوا جزءا منه. اما العسكر اللي موجودين، الجنرالات اللي موجودين في السلطه والنفوذ
فهؤلاء يدافعون عن مكاسب شخصية ليس للوطن ولا الاستقرار ولا أي شيء علاقة بهذا الموضوع. هذا أولا. ثانيا التسلسل اللي حضرتك اتكلمت عنه ده بحكاية انه يظهر الجنرال العسكري الجزائري ويحذر فيطلعوا له المحاربين القدماء اللي هم جزء من الشعب الجزائري مواطنين عاديين يعني انقطعت علاقتهم لكن بيحظوا بالاحترام. طبعا انا بعرف يعني ايه المحاربين القدماء في الجزائر لكن هم في النهايه جزء من الشعب ولهم مطالب تصطف مع الشعب وبالتالي الجنرالات في هذه الحاله اللي موجودين في السلطه يدافعون عن نفوذهم يدافعون عن سلطتهم يدافعون عن من يحمون مصالحهم عن الغرب عن فرنسا عن اوروبا عن هذه المصالح الغربيه لان زي ما قلت في بدايه مداخلتي انه القضيه كلها المعادله كلها مبنيه على انه الشعوب في منطقتنا تبقى موجوده في مقاعد المتفرجين وليست لاعبا رئيسا في يعني علاقه الحكم والسلطه في هذه البلاد. سيناريوهات المستقبل بالنسبه للجزائر انا على تقديري انه السيناريو المصري الذي شهدته مصر في 3 يوليو 2013 هناك نوع من اعاده استنساخه سواء في السودان او في الجزائر او غيره وهذه يعني محاوله ما بيتفكر في علم يعني نحن امام سيد احمد تلقاوي هل نحن امام مشهد الوقوف في صف الشعب ولو ظاهريا بعدين نعين نائب للرئيس وننحي بوتفليقة بعد أكم من شهر ثم بعدين نوجد مرشح عسكري جديد يحكم البلد؟ المناورة والالتفاف على مطالب الشعب ستكون هي البداية والنسخة الكربون من اللي حصل بالنسبة لمصر زي ما حصل في السودان والتسريبات اللي طلعت انه صلاح كوش مدير المخابرات هو اللي ممكن بدعم التقى برئيس الموساد وهناك يعني اللي كان ترشح خليفه لعمر البشير. هناك ايضا سيناريوهات اخرى ممكن في الجزائر بهذا الشكل لا علاقه بانه الجنرالات هم الذين سيحلون محل بوتفليقه اذا اعلن وفاته او اذا اعلن عدم ترشحه بعهده رئاسيه خامسه. وبالتالي التجهيزات الترتيبات الغرب الذي لديه مصالح في هذه المنطقه ورفاهيه المواطن الغربي التي تعتمد على استمرار هذه المنطقه منطقه نفوذ للمصالح الغربيه يعتمد اساسا على ترتيبات الحكم في هذه المنطقه لان الشعوب يعني على سبيل المثال مثلا يعني تركيا مثلا فيها نظام الى حد ما ديمقراطي، هذا النظام الديمقراطي الشعوب الشعب موجود، البرلمان موجود، فما يقدرش الامريكان يطلب منه مثلا في حرب العراق 2003 انه يمرر سفن هناك، فيقول له لا البرلمان بيرفض، انا الشعب عندي بيرفض، الغرب عندما يطلب من حاكم انتخبه شعبه بيبقى في فرق كبير جدا من انه يامر جنرالا او حاكما هو الذي نصبه وعينه حاكما في هذه المنطقه. طب على قصه الحكام الجنرالات والعسكر يا ريت ان نشوف الصوره يعني بدنا نشرح للمواطن الجزائري تحديدا وللمواطن العربي عموما يعني ايش موقع العالم العربي من قصه حكم العسكر وعسكره الدول؟ شوف هو يعني الجنرالات او العسكر دول اولا ما بيبقاش عنده غالب الظن يعني ما بيبقاش عنده خبره سياسيه بمعنى انه راجل بتركيبه وعقليته العسكريه تعتمد على الاوامر اصدار الاوامر وتنفيذ الاوامر. والمثل الواضح في المساله اللي زي دي هو جنرال دي جول مثلا في فرنسا. جنرال دي جول وكان بطل قومي هو اللي يعني خد جزء من الجيش الفرنسي بعد ما افتح هتلر فرنسا ودخل باريس وعين حكومه من الموالين له. جنرال دي جول اخذ كل من الضباط الفرنسيين وبقيه الجيش الفرنسي وطلع على الجزائر وبدا حرب التحرير ودخل حرب التحرير مظفرا بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه فكان بطل عند كل الفرنسيين. لكن لما شاف السياسه وشغل السياسه عمل ايه هو الراجل؟ هو الراجل كان مع الجيش جنرال دي جول لكن احترم الديمقراطيه في فرنسا فلم ينزع الى انقلاب عسكري ويتيح للسياسيين اللي موجودين دول انما خلع بذته العسكريه خلع بذته العسكريه وقال انا هتنافس معاكم في حلقه السنه دي علشان انا احترم الديمقراطيه. العسكر العرب كلهم ما بيعملوش لا يتخذوا الجنرال دي جول مثالا لهم ولذلك فهم قيه سهله جدا للغرب لتنفيذ اوامره. جنرال دي جول اكتسب خبره في العمل السياسي يعني ما طلعش من الاشلاء من السكنات العسكريه من البركة على قصر الحكم. كل العساكر الذين يحكمون في العالم العربي خرجوا من البركس
مفاجأة الوطنية الزائفة، إن هو بكده اللي حافظ على الوطن وحافظ على استقلاله، كل ده كلام فارغ. الشعوب بدأت تدركه الآن، ونحن أظن أننا في نقطة تاريخية مفصلية في شعوب هذه المنطقة الأيام التي نعيشها الآن، هي يعني سيسجلها التاريخ بأنها كانت نقطة فارقة turning point في تاريخ شعوب هذه المنطقة للتخلص نهائيا من حكم العساكر. نعم، هذا هو الكلام مهم تحدث به السيد أحمد شرقاوي الكاتب والصحفي المصري من واقع الخبرة والتجربة والقراءة للمشهد عندما يتدخل به العسكر في أي بلد من بلدان العالم، فما بالك إن كان هذا البلد فيه دولة عميقة وبلد فيه إمكانات محدودة وبلد من دول العالم الثالث، مع أن بإمكانه أن يكون في مصاف العالم الأول. رياض من تونس يقول: أخي عدنان، أعتقد أن الوضع الحالي غير مطمئن، خصوصا بعد خطاب رئيس الأركان الجزائري. أطالب الجزائريين إلى عدم الاحتكاك المباشر مع العسكر والأمن، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، حافظوا على بلدكم. أما أبو زكريا من إسبانيا فيقول أن حزب فرنسا المتحالف مع قادة الجيش في مأزق لم يتوقعوه أبدا. أصبر أيها الشعب الجزائري وناضل حتى إسقاط نظام المستعمر الغاشم. اللهم احفظ الشعب الجزائري واجعل كيد عملاء فرنسا الغاشمة في نحورهم. هنالك أخت أم عبد المجيد جزائرية مقيمة في لندن تقول أنها موافقة على ترشيح بوتفليقة، ولكن وتقول أنها تنتخبه رئيسا للبلد لعهدات أخرى حتى 5 و6 و7 بشرط واحد، هو شهادة طبية من الفريق الطبي المشرف على علاجه في المستشفى السويسري تفيد أنه بكامل قواه العقلية والجسدية وقادر على القيام بأعباء المسؤولية عن الدولة. أنا يا أم عبد المجيد بدي أستأذنك تتنازلي عن هذا الشرط، نعمل إشي أبسط منه. إحنا بدنا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يطلع لنا ويقول لنا بين مواطني وليس من وراء الكواليس، يقول أنا موجود وبكامل قواي العقلية والجسدية فقط. إذا هم صاروا يتناقشوا الآن إنه بإمكان الرئيس إذا فاز في الانتخابات، الرئيس المنتهية ولايته، قال يعني إنه ممكن ما يفوزش، إذا فاز في الانتخابات إنه يقرأ القسم مختصرا، يعني حتى قسم الرئاسة اللي لازم يقرأه مسامحينه فيه، بنختصر له يا بيطلع له. طب كم كلمة ممكن يقرأ؟ إيش في أدوية وأشياء ممكن تساعد علشان يقرأ هالكلمات إن كان بإمكانه أن يقرأ؟ هنا أخي عدنان، هذه الخطة تشبه خطة السيسي يوم خرج على الشعب المصري ببدلته العسكرية. مصطفى من فرنسا يقول: كما قال أبو مدين يخص رجال، إحنا في الجزائر يوجد أبناء الاستعمار، وشارح رسالة طويلة جدا في موضوع الاستعمار وأثره في الجزائر. أرجوكم تكون الرسائل مختصرة قدر الإمكان. لكن معنا اتصال هاتفي، مين معنا؟ يوسف من فرنسا، تفضل يا يوسف. السلام عليكم أخي عدنان. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي عدنان، أريد أن أتطرق وأطرح نقطتان، هذه النقطتان. النقطة الأولى، أريد أن أطرح سؤالي على هذه الحكام وعلى هذه الحكومات، لأننا نسمع كثيرا يحبون هذا البلد، يحبون بلدانهم، ولكن عندما نرى الواقع وأطرح السؤال إليهم جميعا، لماذا يذهبون إلى الخارج ليعالجون؟ هل هم جزائريون أم لا مثلنا؟ إن كانوا جزائريين مثلنا لديهم ثقة في مستشفياتهم قد يتداولون في بلدانهم، وإن لم يكن جزائريون فهذا شيء آخر. صحيح، صحيح. هذا سؤال مهم إضافة لكل الأسئلة الأخرى. يعني ولكن عندما نرى كلهم إحنا من كثر الضربات اللي على الرأس مش عارفين نسأل عن إيش ولا عن إيش، نسأل عن تدخل العسكر ولا نسأل عن الحالة الصحية لبوتفليقة ولا نسأل عن رشيد نكاز الشاب اللي عنده حركات هيك لطيفة وإله شعبية بين كثير من الشباب الجزائري، لماذا يتم اعتقاله؟ مرشح رئاسي يعتقل، اتخيلوا انتو العدالة والديمقراطية بغض النظر عن مواقفنا من الأشخاص، عبد العزيز بوتفليقة مرشح رئاسي
يتمكن من أجهزة البلد، من وسائل الإعلام، من القنوات الرسمية، ورشيد نكاز مرشح رئاسي يتم اعتقاله، وبعدين بيحدثوك عن الديمقراطية. هاي ديمقراطية تصنعونها على مزاجكم، وتستخدمونها وقت ما تشاءون، وتخلعونها وقت ما تشاءون. ما أنا حسين المعذرة منك عشان أخذ اتصال آخر، أنا آسف. أخذ حسين من فرنسا، تفضل يا حسين. حسين من فرنسا. مالو. تفضل يا حسين، مرحبا. مساء الخير يا سعد. مساء الخيرات. يا أخي تكلموا شوية على الجيش وعلى الشعب وعلى كل حال يا أخي. الجيش الجزائري يعمل الكثير من أجل الحفاظ على السلام والأمن في الجزائر. بوتفليقة يا أخي. عفوا، يعني الجيش الجزائري له مهمات غير بس أسألك يا حسين اسمح لي أسألك. مرحبا بك. بس أسألك سؤال حسين، تسمعني يا حسين؟ حسين من فرنسا تسمعني؟ حسين من فرنسا تسمعني؟ طيب محمد من الجزائر، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بدي الحقيقة أدخل بشكل تعقيب تغيير على أحمد الشعراوي. نعم. أحب أقول له بأن الوضع في الجزائر مختلف تماما عن الوضع في مصر. نعم. وعدة واقعات تؤشر لهذا الشيء. طيب والله يا محمد أنا جدا آسف، يا الله أنا شاعر أنه عندك كلام مهم لكنني لا أستطيع أن أسمعك. إذا كان ولا بد من الواتس أب ممكن ترسل لنا إياه برسالة قصيرة، لأني ما عم بسمعك جيدا أبدا. أعتقد أنه في خلل في الإنترنت في موضوع الاتصالات من الجزائر. حدادي من ألمانيا، إن لخطاب الجنرال ما بعده. إذا كان غالبية الشعب الجزائري يرفضون العهدة الخامسة، فعن أي شعب يتحدث العسكر؟ وعن أي شعب يريد العسكر أن يمكنوه من ممارسة حقه الانتخابي؟ إنه الخوف عن مصالح صناع القرار في الجزائر ومن خلفهم. أعتقد أن هناك تطورات مهمة وخطيرة في الوقت القريب كما يقول حدادي من ألمانيا. ماذا عن أحمد من موريتانيا؟ تفضل يا أحمد. أحمد السلام من موريتانيا عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله يا عدنان. نعم. أولا أريد أن أقول بأن هؤلاء الذين يدفعون بترشح عبد العزيز بوتفليقة هاي حقيقة إهانة. الرجل لا يستطيع أن يؤدي مهام، هاي مسؤولية عظيمة، مسؤولية أمة لا ينبغي أن تعطى إلا لمن يقدر على أدائها. بالتالي هذه لعبة يعني على الشعب الجزائري يواصل احتجاجه حتى تحقيق هذا المكسب وهو إسقاط العهد الخامس. شكرا جزيلا. نعم، هذا هو أحمد من موريتانيا. أشكرك يا أحمد. انضم إلينا الآن الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت. سي محمد العربي، الكل يقول أن الجزائر غير مصر، غير سوريا، غير اليمن، غير، مع أنه الآن كل المؤشرات عم تمشي في نفس السيناريو، وخصوصا بيانين عن قيادة الجيش خلال يومين. كيف تقرأ ذلك؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. أقرأ ذلك بأن هناك ارتباك، وارتباك شديد وشديد جدا في هرم السلطة العسكرية، وهي القوة الحقيقية والسلطة الفعلية في البلاد، حتى وإن كانت تختفي من وراء ذلك. كبار الجنرالات هم أصحاب القرار كما يسمونهم، وهم الآن فيه ربك عنهم، فيه نوع من التخبط. ولذلك شفنا الأسبوع الماضي مثلا كان صدر تصريح لقايد صالح فيه تهديد للشعب الجزائري ونشروه، ولكنهم سحبوه بعد ساعتين.
لأنهم هناك جهات آخرين لم يوافقوا ولأنهم شعروا أن هذا سيزيد من استفزاز الجزائريين. لكن عاد أمس وعاد اليوم على ما يبدو لأن الطبقة أو كبار جنات النافذين هم الذين ما زال في أيديهم القرار، والقرار بالنسبة إليهم أنهم يذهبوا في عهدة خامسة. إذن هذا لن يكون، عهدة خامسة لن تكون. الشعب هذه المرة لن يسمح ولن يعود لبيوت الناس، لن تعود لبيوتها في حالة ما إذا لم يلغوا العهدة الخامسة، بل وينفذوا المادة 102 من الدستور، وهي التي تتعلق بأهليته الصحية. الرجل المريض وعليه أن يرتاح، وليس نضحي بوطن من أجل شخص حتى لو كان هذا الشخص مهما يكون. أنا أعتقد سيد زيتوت، إذا كنت تشاركني الرأي، أعتقد أن قائد الجيش اضطر للخروج بهذا البيان، بمعنى آخر أنهم كانوا يحاولون عدم الخروج ببيان وبالأخير خرجوا. دلالة ذلك برأيكم؟ يعتقدون أن التخويف بنتيجة، مثل ما اعتقد بن علي. ما هو لما ترجع للتاريخ أجدنا بن علي في ديسمبر 2010 ابتداء من 17 و18 ديسمبر يهدد، وكذلك فعل مبارك في نهاية يناير 2011 وبداية فبراير، وكذلك فعل القذافي، وكذلك فعل صالح. إنها نفس الطريقة، طريقة الطاغية الذي لا يفهم ماذا يريد الشعب. لأن القذافي قال من أنتم؟ نحن ما زلنا محظوظين أن قائد صالح رأس الجيش لم يقل لنا من أنتم. إذن في الحقيقة دائما الطاغية يتصرف بهذه الطريقة، يبقى في التخويف تخويف تخويف، وفي لحظة معينة ينهار ويسلم بإرادة الشعب. سينهار قايد صالح وسيسلم بإرادة الشعب، وحين نقول أنهم سيرحلون يعني سيرحلون، لا شك في ذلك، ليس لدي أدنى شك، وسترى ذلك إن شاء الله في بضعة أيام أو على أقصى تقدير في بضعة أسابيع. طب ماذا بعد هذا البيان؟ ما السيناريو المتوقع؟ ما الخطوة التالية التي يمكن أن تقدم عليها المؤسسة العسكرية؟ الخطوة المعقولة هو أن ننفذ ما يقيم من الدستور. نحن ندعوهم الآن إذا تنفيذ دستورهم، هذا دستورهم صنعوه، نفذوا دستوركم، طبقوا المادة 102. هذه الخطوة المعقولة لكنها ليست كافية. الخطوة الأهم والتي يجب أن تتحقق هو أنهم يقروا كما يقول دستورهم أيضا من أن الشعب بالفعل هو مصدر السلطات، وأن الشعب الجزائري في تقرير مصيره، وأن لا سيد فوق الشعب الجزائري. الشعب الجزائري اليوم يوجد في الشوارع ويوجد في الجامعات احتجاجات عارمة. اليوم أيضا كانت هناك احتجاجات كبرى، والاحتجاجات الأكبر ستكون يوم الجمعة. هذه الجمعة سيخرج ملايين جزائريين، أكثر حتى من الجمعة الماضية التي خرج فيها لا يقل عن 8 مليون جزائري. هذه المرة قد يتضاعف العدد إلى 16 و20 مليون. اليوم الجزائريون كسروا حاجز الخوف، والناس مستعدة. الكرامة أهم من أي شيء، لا نريد حياة ذل. انتهى عهد الإذلال والإهانة، جعلونا مسخرة عالمية، إذن عليهم أن يستمعوا للشعب. لكن هنالك متصل يقول إذا خيروني من داخل الجزائر، إذا خيرونا بين بوتفليقة مع مرضه وعجزه وبين عودة الجيش، فأنا أختار الشر الأقل ببوتفليقة ولا يأتيني الشر الأكبر بالجيش. كيف ترد على ذلك؟ هذا الذي قال هذا الكلام يعني أنه بكل أسف لا يفهم أن الجنرالات هم الحكام الفعليين من خلف الستار، وأن بوتفليقة هو ستار لهم، وأن بوتفليقة كانوا شركائه في القرار، وأنه لم يكن يتخذ القرار بدون أن يعود إليهم، وأن القرارات الاستراتيجية الكبرى تتخذها كمشة من الجنرالات وليس المدنيين. المدنيين في الجزائر هم أبواق للجنرالات وينفذون الأمور اليومية الحكومية، الشؤون الاجتماعية وما شابه والصحية، لكن القرارات الاستراتيجية الكبرى هي في يد كمشة من الجنرالات، ولا هذه كانت منذ 62 وإلى اليوم، كانوا آنذاك عقداء واليوم أصبحوا جنرالات. هذا هو الفرق الوحيد. إذن هذا لا يفهم أنه في الحقيقة هو محكوم بنظام عسكري في الأصل، حتى وإن كان له واجهة مزيفة من المدنيين المرتزقة. طب سيد العربي زيتوت، يعني الآن هنالك جماهير عربية كثيرة لا تعرف الأوضاع الداخلية في الجزائر، تعرف أن الجزائر بلد لا يسمح بمرور الطيران الإسرائيلي في أجوائه،
تعرف أن الجزائر بلد لم ينساق في الأزمة الخليجية، تعرف أن الجزائر لم يتماهى مع الإدارة الأمريكية فيما تريد، فهم يحترمون للجزائر هذا الأمر. ما الذي لا يعرفونه عن الجزائر حتى يجعل الناس غاضبين إلى هذه الدرجة؟ الجزائر بلد عظيم، والجزائر ليست مكمشة الجنرالات ومن معهم من مدنيين، إنما هؤلاء استولوا على السلطة بالدبابة. وكان ذات في يوم 92 في يناير 92 بعد الانقلاب الشهير في 11 يناير 92. الإخوة العرب الذين يقولون هذا الكلام أنا أتفهمهم جدا، لأن مشاعرهم مع الثورة الجزائرية والثورة الجزائرية كانت أثرت في الناس كثيرا ونقلتها الأجيال، الآباء نقلوها لأبنائهم من الجزائر بلد عظيم، وهي كذلك وستبقى بإذن الله. لكن ما لا يعرفونه هو أن الجماعة الحاكمة اليوم في الحقيقة حينما قامت بالانقلاب 92 كان بدعم مباشر من فرنسا، وأن هناك مسؤول فرنسي كبير أو مسؤولين الحقيقة وليس واحد صرحوا بذلك، وهناك حد كتبوه في كتبهم أو في تصريحات فيديو. هذا واحد. نعم. الأمر الثاني، الذين حكموا الجزائر في 92 كانوا ضباط، صف ضباط عند الجيش الفرنسي يقاتلون من أجل أن تبقى الجزائر فرنسية، وأن في الحقيقة ردة عظمى حدثت ضد الجزائر في 92. الأمر الثالث أن أمريكا اليوم مفاتح لها الأجواء، وأن هناك تسجيلات مصورة ومنشورات نشرتها حتى ويكيليكس، من أن كان يومها وزير الدفاع المنتدب يسأل مسؤولة أمريكية في وزارة الدفاع أنكم تصورون كل شيء بإرادتنا أو بموافقتنا في الأجواء الجزائرية، ولكن لكم لا تعطونا الصور. وأن الجماعة الحاكمة اليوم على سبيل اجتمعت في حلف الأطلسي، كان من هناك إلى الآن الناس يسمعوا فيه يكتبون فقط الجنرال قايد صالح في الحلف الأطلسي، فيجدونه بضحكة كبيرة بجانب جنرال مصري وجانبهم جنرال إسرائيلي، وأن هناك صور ما بين جنرالات إسرائيليين وجنرالات جزائريين في الحلف الأطلسي وموجودة، ونستطيع أن ننشرها حتى اليوم إذا لمن أراد. الجزائر الذي يعرفونها ليست هي جزائر جنرالات اليوم. أستطيع أن أقدم لك 700 دليل أنها بكل أسف وبكل ألم جزائر اليوم هي فقط أنهم أذكى أو أخبث في إدارة شؤونهم، ليس كبن سلمان أو في السيسي حين يكون العلاقة مباشرة بإسرائيل خاصة السيسي، إنما الجماعة في الجزائر والعصابة في الجزائر هي أخبث، فتقوم بأشياء في السر وتقدم صورة وكأنها جميلة لتخادع لمن لا يعرف الحقيقة. لكن هنالك من يخشى أن هؤلاء في ظل كل ما وصفتهم به قد لا يتورعون أن يعيدوا سيناريو التسعينيات، قد لا يتورعون أن يستخدموا البلطجية ومن شابههم ويدسوهم في المظاهرات ليبرروا قمعها، فكيف لكم أن تفعلوا مع ذلك؟ لن يعيدوه لأسباب متعددة. لن يعيدوا التسعينات لأنهم يعرفون أن أهم سبب، أقوله لك أن الجيش اليوم إخواننا وأبناؤنا داخل الجيش في أغلبيتهم كضباط كضباط كجنود هم مع الشعب وليس مع الجنرالات، هم يعانون معاناة شديدة وهناك ظلم عظيم داخل القوات المسلحة. أنا أنصحهم أن لا يقوموا بكارثة أخرى أو يحاولون، لأن هذه المرة سيكون هناك تمرد هائل داخل القوات المسلحة، وقد يلجأ الضباط الأحرار وصف الضباط إلى التقاط الجنرالات وإلى سجنهم من الأحسن لهم أن لا يغامروا حتى على الأقل يحافظوا على أنفسهم. أنصحهم بكل صدق ومن أعماق قلبي، الجيش اليوم هو جيشنا وجيش الشعب، والشرطة والدرك إخوتنا، وهذه هي الشعارات التي ترفع اليوم في الجزائر، وفي شعارات بالدرجة أيضا ناحية الكاف كي تروح معنا أينزع البدلة وتعال مع إخوانك، ونحن سلميين وسنظل الشعب الجزائري سلمي. أنا كان هذا سؤالي على سلميين، على سلميين وسنظل. هنالك من يقول أن هذه السلمية لا تصلح ويدعون لممارسة العنف وأن القوة يجب أن تجابه بالقوة، كيف ترد على ذلك؟ هذا القول من يقوله اثنان من الناس، إما شباب ليس لهم خبرة أو إما عناصر مخابرات مندسة تريد أن تدفع بالعنف، لأنها تعرف أن حين يبدأ العنف فإن العصابات هي التي ستنجح، وهذا المثال السوري أمامنا.
حينما كان السوريين سلميين برغم أن بشار كان يقتلهم إلا أنه كان لا يستطيع أن يقتل 30 في اليوم، لكن حينما دخل السلاح أصبح يقوم بمجازر بما فيها بالآلاف أحيانا بسلاح كيميائي. ومع ذلك انظر بشار ما زال رئيسا والشعب السوري خرج من سوريا أو على الأقل نصفه. يعني العنف هو أكسجين الطغاة، العنف بالنسبة للطغاة مثل الجيفة بالنسبة للحشرات أو مثل القدرات خنزير أعز الله الناس. إذن احذروا من العنف، عندما يكون الاستعمار خارجي يكون العنف المسلح هو أولى أدوات المقاومة، وعندما يكون الاستعمار داخلي يكون العنف هو أبعد شيء بل لا يكون أبدا في الصراع. وحين نبقى سلميين سننتصر، ولكن إذا ما دخل العنف فإن بكل أسف العصابة هي التي ستنتصر لا قدر الله. هذه تحذيرات إذن محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، تحذيرات شديدة من اللجوء إلى العنف، وأن هذا العنف وإن كان في ظاهره الانتصار لمطالب الشعب إلا أنه سيكون لصالح الطغمة الفاسدة التي نهبت خيرات ومقدرات البلاد. أشكرك محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، وأتابع معكم مشاهدين الكرام آراءكم وتعليقاتكم حول التطورات في الجزائر. الحسين معنا من فرنسا، تفضل. سعد لام مرحبا يا أخي. تكلمت قبيل عن العسكر، كنت تكلم عن العسكر وعلى الله يثبت بليقة وعلى الشعب الجزائري. قلت لك باللي الجيش في الجزائر قدم الكثير وما زال يقدم الكثير من حفاظ الأمن والاستقرار في الجزائر. نعم. ولكن الآن أصبحنا في وضع هذه التصريحات الجنرال كايد صالح المتوجهة لمن؟ واحد ما يعرف لمن متوجهة، للناس اللي في الحكم ولا وايد الشعب؟ خليه حتى يوصل واش يعمل ساء ونقدروا ننتقدوه. بس يا اخي شوف، انا كنت بلي بوتفليقه، يعني انا الشعب الجزائري يحب الرئيس، ولكن الان الرئيس راهو مريض، وهاد المجرمين اللي يحتموا عليه والله يتكلموا باسمه ويقولوا بلي هو قادر يحكم الجزائر، هذه من المستحيل يعذبوا فيه هذو كلاب. طب من هم يا حسين؟ من هم اولئك الذين يستغلون مرض الرئيس؟ هل هو القائد صالح؟ هل هو من؟ كلهم من هم؟ اللي راهم في الحكم يا اخي. وكاين الناس يقولوا باللي شوف الرئيس بوتفليقه الشيء اللي قدموا الجزائر ما قدموا حتى رئيس من الاستقلال حتى الان، ولكن الشعب ثاني كاين فيه بزاف الفاسدين يا اخي، كاين فيه بزاف الفاسدين، وبوتفليقه ايش يحارب الشعب ولا يحارب المفاعلين. طيب ما هي فائده انجازات بوتفليقه إن لم يتمكن خلال كل تلك السنوات من أن يتخلص من الطغمة الفاسدة المحيطة به؟ يا أخي شوف، الشعب كاين فيه اللي فاسد واللي معاه في الحكومة فاسدين، واش يحاربوا؟ ما هو لم يتخلص منهم، والآن هم استغلوا مرضه، استغلوا مرضه واستغلوه. هذه يعني أحسن تفسير لما يجري الآن. هذا صحيح، بس أقول لك شوف، أنا باللي الجزائر والله يا أخي واحد لا يحكم فيها من الخارج، المفسدين راه من الجزائر. وبوتفليقة سلك ديون الجزائر اللي كانت عندها ديون كبيرة باش واحد ما يحكم في الجزائر ويسيطر عليها. هو ما زال الشعب فقيرا مغمورا. أشكرك يا حسين، وأذهب إلى محمد من الجزائر. تفضل يا محمد. محمد من الجزائر، حسين من الجزائر، عبد الله من فرنسا. أخواننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد الكريم، بكل براغماتية وبعيدا عن تلك الخطابات الجوفاء، ودعنا نكون عقلانيين ومتوازنين. جنرالات الحركة كبرانات فرنسا هؤلاء لن يسمحوا بأي حال من الأحوال للشعب الجزائري بأن يقوم بتغيير النظام، لأن النظام هم النظام. بدأت الآن أبواق الصحافة الصفراء، هؤلاء أذيال، هؤلاء أخي الكريم نواكير سايسبيكو، بدأوا الآن بترهات برنار ليفي والصهيونية العالمية ومؤامرة لتقسيم الجزائر، وقد يكون هذا حق يراد به باط القميص عثمان يستعملونه. شوف أخ عدنان، ذلك الشعب العظيم
يعني لن استنزف في وقتي كي اطري الشعب الجزائري لانه لا يستحق اطرائي. على فكره عدنان زوجتي جزائريه ويحق لي كمسلم ان اتكلم على الجزائر وعلى اي دوله عربيه ايا كانت. اخ عدنان دعنا نكون عمليين. انا اوجه نداء الى زوجات وامهات واخوات وابناء الجنود وضباط الصف والرتب الصغيره في الجيش الجزائري، اذا اردتم ان تموت أباك أو زوجك أو أخوك أو أختك من أجل جايب صالح ذلك الصهيوني، الدماء صالح هو بينوار. الجزائريين يعرفون أنه أصلا أن هؤلاء هم دي بينوار وأنهم صهيوني الدماء، الدماء التي تجري في علومهم. يعني خلينا من التصنيفات. انتبعوا حكم العسكر، ما الذي يجري؟ أنا نقول لهم لا تموتوا من أجل هؤلاء، موتوا كرام، موتوا رجال، موتوا من أجل هذه دعوة عبد الله. نعم هذه دعوة عبد الله من فرنسا. أشكرك يا عبد الله، أشكرك. أرجوكم حتى لا أقاطع أحدا أن نقدم رسائلنا بشكل مختصر قدر الإمكان، لأنه في ضغط كبير على الاتصالات. معنا إبراهيم من أمريكا، تفضل يا إبراهيم. عدنان مرحبا يا إبراهيم. ساعدنا لازم احنا الشعوب، احنا يعني الشعوب هذه يعني نفس المأساة في كل مكان ونفس القصة. هذول الرجالات تبعون العسكر الكبار، هذول الهرمين، هذول اللي انا بشوفهم زي ما بشوفهم زي الشياطين. يعني حاطين لك الرتب وحاطين لك النياشين وكأنه بده محرر كلهم نفس النظام. يعني اتفاقية الدفاع المشترك بالدول العربية، استاذ عدنان اسمع خليني احكي لك سر من الاسرار. أنا حضرت إحدى اجتماعات الدول وزراء الداخلية العرب، فأحدى الاجتماعات أنا بحكي لك واقع يا جماعة صدقوا. بأي صفة حضرت يا إبراهيم؟ نعم بأي صفة حضرت؟ أنا بديش أكشف عن صفة إلي لأنه أنا يعني كنت مشارك، حضرت في إحدى الصفات إحدى المرات يعني، عشان هيك انعزلت وطعت من دول لأنه ما عندهم يا أستاذ عدنان هيدي الأنظمة كلها نفس الإشي بتعمله. لما بتفقوا على أنظمتهم، حفاظ على أنظمتهم. إسرائيل لما حاربتهم هزمتهم بالحذاء كلهم. هاي الأنظمة اللي بتشوفها بس مناظر، هذه الأنظمة اللي بتشوفها أنت متشاطين على شعوبهم. طب شعب أعزل طلع بطالب بحقه، كل ساعة نطلع الجيش تبعك، ليش نطلع الجيش أنت؟ يعني أنا مش قادر أفهم. أنت بتخرج الجيش تضرب ناس مدنيين، ناس بتطالب بحقوقها. ما في والله، لا أنا ضد الأخ زيتون اللي يتكلم. الشعوب العربية أستاذنا والله حرام يضل ينضحك فيها هيك، عارف كيف؟ الفاضي الناس قاعد تنتبع وتطلع بالشوارع سلمية بتقول يا عم بدنا حقوقنا، بدنا نصوت، بدنا أموالنا. هاي العالم أبو تفليق هذا واعي عن نفسه، ولا ابن سلمان واعي عن نفسه، هذا بحط لك الخلفاء تبعونهم، عارف كيف؟ هذا هو إبراهيم، وهذه الحقائق كما يراها بعد أن عاين من وجهة نظره، أو كما قال اجتماعات وزراء الداخلية العرب. ماذا عن حجازي من الجزائر نفسها؟ تفضل يا حجازي، والأولوية للي يتصل من الجزائر يا شباب. تفضل يا حجازي. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شوف أخي عدنان، والله ما أقوله لهذا الجيش الشعبي الوطني سليل جيش التحرير وابن الشعب الجزائري أن يدلي لنا ببيان أنه مع الشعب الجزائري أولا، على القوات الأمنية، الدرك، الشرطة، المخابرات، الجيش الشعبي الوطني أن يضع بيانا أنه مع الشعب الجزائري ومع هذا الحراك حتى تكون سلمية 100%. والله أعاهدك أخي عدنان، والله لن يبقى واحد من هؤلاء اللصوص في الجزائر، ولكن نقول لهم هيهات. على الجيش أن يتخذ الآن الأمانة الآن في يد الجيش، عليه أن يوضح أنه مع الشعب والسلمية يحميها الشعب، وأرض الجزائر يحميها الشعب الجزائري، كل الشعب الجزائري. وأقول أخي عدلان على هذه الأمة وعلى الشعب الجزائري أن نرفع قضية إلى الأمم المتحدة على التدخل الفرنسي والأمريكي والغربي في الشؤون المحلية للشعوب العربية وبالخصوص الجزائر. على هؤلاء أن يأخذوا الحيطة والحذر. وأنا مع أخي زيطوط حينما يقول أن الجيش عليه أن يكون مع الشعب، وهذا ما نريده. على الشعب أن يكون سلميا 100%. سلميتنا ليست سلمية المصريين، سلميتنا عميقة أخي عدلان،
ونحن سلميون وسوف نحاصر هذا النظام بإذن الله. والله سيحاصر في كل منطقة في 48 ولاية ولن يجد التنفس حتى في المقرات التاعو. هذا حجازي. نعم هذا حجازي وهذا نفسه من داخل الجزائر، واضح أنه ليس شابا صغيرا في مقتبل العمر مع أن سنه كبيرة. كم عمرك عفوا يا حجازي؟ راح للأسف. أم الهادي من فرنسا، تفضل يا أم الهادي. أم الهادي من فرنسا، يا أم الهادي. طيب نصير من الجزائر، يا نصير تفضل. نصير من الجزائر. من رسائل كثيرة، مثلا أحمد مصري من السعودية يقول إذا خرج كل المعترضين على بوتفليقة وحضروا للتصويت لن يستطيع النظام تزوير الانتخابات. نتمنى أن تخرج بلادنا من هذا الحراك سالمة إن شاء الله، فهذا الحوار بين الإخوة وسينجح لكن وسيلقى له حل دون تدخل خارجي. هنالك من يقول لماذا لا تقرأ رسائلنا؟ الحقيقة الرسائل كثيرة جدا وبعضها طويل. السوريون لم يفشلوا ولكن أفشلوا من طرف إخوانهم. زينب من المغرب، السلام عليكم، وجه تحية لأشقائنا الجزائريين. نعود إلى نصير من الجزائر، تفضل يا نصير. علي من فرنسا، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا السلام عليكم. وعليكم السلام، اسمعني من الهاتف تفضل. فقدنا نصير. أبو رؤى من المغرب، السلام عليكم. الأنظمة العسكرية مثل السرطان، إن تأخرت في الكشف عنه استعصى علاجه. الجزائر بلد غني بموارده وطاقاته، لكن النظام العسكري الذي يتحكم في دواليب الدولة سبب كل المشاكل التي يتخبط بها البلد. ينفق ميزانية الجزائر في استيراد خردة الأسلحة بدل الاستثمار في مجالات تعود على البلاد في النفع. عار أن نسمع عن البطالة في الجزائر وهي دولة منتجة للنفط وللغاز. معنا يوسف، تفضل يا يوسف. السلام عليكم الأخ عدلان. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ يوسف مقيم بفرنسا. نعم. جزائري الأخ. تفضل. يا أخي أنتم تحضروا عن نظام هذا، عن نظام هذا، نظام هذا، هذا نظام دموي، نظام دموي. كنت في الجيش، أنا كنت في الجيش. نعم. ومعطوب معطوب، ما نتحدث عن نفسي، ما نتحدث عن نفسي، نتحدث على النقاط تاع الجيش هذا. الجيش هذا ضعيف، مهزلة، نظام دموي. يا أخي هربونا من بلادنا، هربونا. وأنا يوم السبت سأدخل الجزائر إن شاء الله. لقد كارهنا من هذا العصابة، العصابة الدموية يا أخي، ما خلوناش. والله أتفرج على أبناء بلدي، والله أبكي بالدموع. يا أخي هربونا، رحنا حراقة بالعامية، رحنا هاجرونا من بلادنا. يا أخي ما نقدرش نعبر لك، ما قدرناش نعبره. وخليهم لما يستمعوا، خليهم المقابلات الجزائرية يوم السبت حكون بالمطار بالجزائر، وخذونا يا أخي كهناكم، روحوا أخطونا. الشعب ما يقول لكم أخطونا يا محمد، والله يوسف خنقته العبرة وغمرت عينيه الدمعة. وهذا حال كثيرين من المخلصين الحريصين على بلدانهم، اللي بيحبوا أن بلادهم تتنفس. يا جماعة من حقنا أن نحلم أن نستيقظ يوم على بلادنا وهي تنعم بعدل وهي تنعم بأمن. معقول الدول اللي بعيدة كل البعد عن القيم والمبادئ والأخلاق وغيره فيها عدالة وفيها نظام وفيها أمن، وبلادنا اللي فيها تاريخ وحضارة ودين وقيم وأخلاق فيها كل هذا الفساد وكل هذا الظلم وإلك الطغمة، يعني ضغطين علينا، حاكميننا بالحديد والنار، إلى متى فعلا؟ وسكوتنا يزيدهم فرعنة، يزيدهم طغيانا، يزيدهم تغولا. مهدي معانا من الجزائر، تفضل يا مهدي. السلام عليكم الأخ الكريم. وعليكم السلام. أنا أسف على سيد يوسف، يعني أنك تقدر تشوف الإيموشن اللي عند الناس في الجزائر.
ولأنه يعني كلنا فوجئنا بترشح رئيس عبد العزيز بوتفليقة. كان فيه بعض الاكتئاب للناس لأنه ما كنا نظنوا أنه راح يروحوا ويمشيوا لهذه الدرجة، ولكن كان فيه بعض الناس الراشدين واللي قال لك لازم يعني فيه لازم يكون فيه تفكير. أنت تسمعني؟ نعم نعم. ألو نعم أوكي. وإذا نقدر نمثل لك يعني الحالة نحن في هي على شكل سرقة بنك، وفي سرقة البنك فيه دائما لصوص داخل البنك وفيه بوليس خارج البنك، بس حد الآن يخصنا شخص واحد مهم هو النيغوسياتور، يعني الإنسان اللي يكون يتوسط، الوسيط أو المفاوض للأسف الوسيط الشديد. إن كلنا نحوس على هذا الوسيط لكي يلقى يعني حل سلمي، حل سلمي، لأن نخرج ونتظاهر هذا شيء منيح، ولكن نتكلم كلنا في نفس الوقت. صحيح. ولما نتكلم في نفس الوقت معروف أنه ما يكون عندنا كلام يعني نقدر يتفهموا. يعني أنت تخيل مهدي، تصديق لكلامك أشكرك جدا عشان بس الوقت أدركنا، بلد زي تونس لما طلعت روح المواطنين وأزيحت تلك الطغمة الظالمة عنهم، طلعوا وسرقوا مقدرات البلاد والعباد. ومش بس هيك، الدول اللي كانت إلها ترتيبات معينة وتقدم مساعدات ودول عربية تقدم منح لبلد إمكاناته محدودة زي تونس، عاقبوا التونسيين لأنهم اختاروا الإرادة والكرامة ومنعوا عنهم تلك المساعدات. فعلى جميع الأحوال أنت في تحدي، لكن أمام الكرامة يسقط كل شيء، أمام الكرامة يفشل كل تحدي. الإنسان الحر يبقى حرا، فما بالك بالجزائري حفيد المجاهدين، بلد ملايين الشهداء، حفد أحفاد عبد الحميد ابن باديس، هؤلاء الذين لا يسكتون على ظلم ولا يقبلون ضيم. أقف معكم في نهاية البرنامج مع بعض الرسائل التي اخترناها من رسائلكم الواردة، ومرحبا بكم دائما. رسائل كثيرة. أبو طيب من الجزائر: حسب مطلعين كانت السعودية ستعيش انقلابا أبيض كالذي عاشته قطر في التسعينات، الكل كان مخططا لإزاحة سلمان وتولي ابنه العرش، النظام المصري كان على علم ومشارك، لكنه في آخر لحظة تم استبدال الحراس المصريين بسعوديين. توقيت الانقلاب يكون أثناء الزيارة الأخيرة للملك إلى شرم الشيخ. هذه قراءة أبو طيب. سالم من فلسطين: في هذا الزمن أصبح الحليم حيرانا، انظر إلى ليبيا، سوريا، مصر، تلحظ أن الدولة العميقة وسياسات الدول العظمى هي ضد الربيع العربي وضد الديمقراطية، رغم أنهم يتغنون صباح مساء بالديمقراطية وحقوق الإنسان. بندر من السعودية يقول: للأسف أقول أن ما يحدث الآن في السعودية من انتهاك لحقوق الإنسان والحريات بمتابعة أمريكا وبريطانيا لهذه الانتهاكات وصمتهم عليها فقط، هم متواطئين بصمتهم كما يقول بندر. أتساءل ماذا يعني هذا الصمت؟ بومنشار الحاكم، هكذا اختار لنفسه هذا اللقب، يقول: الملك السعودي مصاب بالزهايمر ويقضي أغلب وقته في لعب الورق، في حين أن ابنه محمد الحاكم الفعلي للسعودية، لماذا يدفعوه إلى القمة العربية الأوروبية ليحرجوه أكثر من مرة ليثيروا حالة من الجدل بعد أن قام بالعدد من الأخطاء خلال كلماته في القمة ويصبح مهزلة عبر منصة تويتر؟ ألان حداد: ليس بعيدا عن السلطات السعودية ما تفعله بطبيب يحاول إنقاذ ومساعدة الناس، كل من يحاول أن يقوم بفعل جيد داخل أو خارج السعودية تكون السلطات له بالمرصاد. يعني إذا اخترت أن تكون مواطنا صالحا السلطة تحاربك أو تنغمر مع طغمة الفاسدين وتغرق في دائرة فسادهم، حتى لو لم تنال من ذلك الفساد إلا النزر القليل.
إلى هنا نصل إلى ختام الرأي الحر، على أمل أن نلقاكم بحلقة أخرى. هذه أطيب التحيات، في أمان الله. الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. بحثت في دراساتي أسباب الصراع، فوجدت أن الباحثين يرجعون أسباب التنازع والصراع إلى أمور شتى، أبرزها التنافس على الموارد البشرية. فبحثت وتقصيت حتى شاء الله بفضله أن يقع بين يدي كتاب فن الحب، في تطور لافت في مسار رفض الجزائريين لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، دخلت منظمة قدام المحاربين الجزائريين على خط دعم المطالب الشعبية برفض الولاية الخامسة. واعتبرت المنظمة أن مطالبة المحتجين بأن يترك بوتفليقة الذي وصفته بمعتل الصحة منصبه تقوم على اعتبارات مشروعة. أكدت مصادر لموقع عربي 21 أن السلطات الماليزية قامت بترحيل 4 مصريين من رافضي الانقلاب إلى مصر بعد احتجازهم عدة أيام. وقالت المصادر إن المحامين تلقوا اليوم إخطارات رسمية من السلطات الماليزية المختصة تفيد بتسليم المصريين 4 إلى مصر. وأوضحت المصادر أن المصريين 4 صادر بحقهم أحكام جائرة في قضايا سياسية متنوعة. أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرارا بإعلان قناة الأقصى الفضائية منظمة إرهابية بموجب ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، فيما اعتبرت القناة في رد على القرار أنه مقدمة لاستهداف طواقمها والعاملين فيها. وفي أول تعليق لها على قرار نتنياهو قال مدير عام شبكة الأقصى الإعلامية الدكتور وسام عفيفة إن الإعلان خطير كونه يستهدف مؤسسة إعلامية مدنية فلسطينية. كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن تفاصيل وشخوص التحرك الذي أثير ضد النائبة المسلمة بمجلس النواب الأمريكي إلهان عمر. وقال التقرير إن نشاط فيسك ضد إلهان عمر بدأ بإرسال الرسائل النصية والاتصال بأصدقائه داخل الكونغرس ليشتكي لهم عنها. وبحسب التقرير فقد أمل فيسك بمسارعة نشطاء أيباك إلى معاقبة إلهان عمر
العضو الديمقراطي الجديد من مينيسوتا ليتصدوا لها ويتحدوها في انتخابات عام 2020. كشف المغرد الشهير مجتهد تفاصيل عن حقيقة ما تداولته وسائل إعلام غربية بشأن وجود نزاع بين الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد السعودي. وقال مجتهد في سلسلة تغريدات عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إن صحيفة الجارديان البريطانية ووكالة رويترز للأنباء وقعتا في فخ محمد بن سلمان، وأكد أن ولي العهد السعودي صنع مصدرا للتلاعب بوسائل الإعلام والزعم بوجود خلاف بينه وبين الملك حول التعيينات الأخيرة وأمور أخرى. وأضاف مجتهد أن محمد بن سلمان يحتاج أن تبقى صورة والده سليما عقليا بعدما انكشف ألزهايمر بشكل فاضح في شرم الشيخ حتى يحتمي به من خصومه في العائلة. علقت الحكومة التركية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء مزايا تجارية جمركية عن تركيا بموجب برنامج لدعم الدول النامية. وقالت وزيرة التجارة التركية رهسار بيكجان إن القرار الأمريكي سيلحق الضرر بالأمريكيين بقدر المصدرين الأتراك. حقق فريق أياكس أمستردام فوزا كبيرا على مضيفه ريال مدريد بنتيجة 1-4 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليخرج حامل اللقب في آخر 3 مواسم على التوالي من المسابقة ويتأهل لربع النهائي. وتلقى ريال مدريد ضربتين موجعتين بتعرض الطرفين لوكاس فاسكيس وفينيسيوس جونيور للإصابات، يضطر سولاري إلى الدفع بثنائي جاريث بيل وماركو أسينسيو على التركيب. أنا القدس عربية الهوى والآيات قلائدي وجدراني معروقة بالزعتر البلدي. أنا القدس لا مكان للدخلاء في أروقتي، ولو وشحوها بسوادهم وأبدلوا أسماءها بغثائهم وخنقوا زيتونها بمستوطناتهم، مهما حاولوا فلن أكون لهم، وسأبقى الوفية لغدي وأولادي ولهواء تنفسه أجدادي. أن الإمارات حسب التسريبات هي التي كانت تدفع باتجاه سياسة معينة في اليمن وحتى في ليبيا، والمذهل طبعا فيما حدث الكارثة التي حلت باليمن، والإمارات العربية المتحدة الآن تحمل المسؤولية الأولى عن ذلك. توجه إماراتي واضح بإنهاء ظاهرة الربيع العربي. الثورة المضادة التي قادتها الإمارات والسعودية هي التي